سعيا منها للمراقبة الفعالة وتقييم النشاطات الصحية، ها هي وزارة الصحة تشرف على تخريج الدفعة الثانية من الممارسين المفتشين في الصحة العمومية، والمكونة من 167 ممارسا مفتشا، منهم 125 طبيب مفتش و34 جراح أسنان مفتش وخمسة صيادلة مفتشين. لازمة باش نحسنوا وضعية التكفل بالمريض الجزائري. لا هي غير كافية، هذه لا دوزيام بروموسيون. حفت تخرج الدفعة الثانية اللي تكون من 167 ممارس طبي مفتش، منهم 125 طبيب مفتش و37 جراح أسنان مفتش وخمس صيادلة مفتشين. المفتشون المتخرجون خضعوا لفترة تكوينية لتنمية وتطوير كفاءاتهم المهنية والتقنية بهدف ترقية مناهج التفتيش والمراقبة. سوف نعمل على تطوير الصحة، وفي انتظار إن شاء الله والعمل بالعمل من أجل النهوض بالصحة في القطاع الخاص والقطاع العام. هم رانا فرحانين خطاكش يعني هذا التتويج للتعب والمجهود اللي بدلناه باش نتوصلوا لهذا النتيجة، ويعني رانا متفائلين وحابين نخدموا وحابين نعاونوا وحابين نطلعوا هذا المستوى تاع منظومة الصحة. هي مشاريع وتدابير عديدة لتجاوز النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة، نقائص تحول دون توفير الرعاية الصحية السليمة للمواطنين.